بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تقدم الشريط الخامس من أشرطة اللمسات المؤمنة للأسرة المسلمة للشيخ أحمد القطان. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، جعلنا لجميع المسلمين هينين لينين، سمحين حبيبين قريبين. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. اللهم اجعلنا للمسلمين رحمة ولا تجعلنا نقمة، جعلنا ميسرين ومبشرين ولا تجعلنا معسرين ومنفرين. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. انصر المجاهدين، وأكرم الشهداء، وثبت الغرباء، وفك المأسورين والمسجونين من إخواننا المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ومن كان من المسلمين على حق فثبته، ومن كان منهم على باطل فرده إلى الحق ردا جميلا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، وكما سمعتم في الدروس الماضية أننا لا نزال في حلقات مسلسل الشريط اللمسات المؤمنة، واليوم الشريط الخامس، وهي لمسات تهم الحياة الزوجية وتبني الأسرة وتحافظ على الدين وتصون الأعراض، فأسأل الله أن ينفع بها المسلمين. وقد جعلتها تسجيلا في شريط ونسخا في كتاب، والكتاب يظهر قريبا إن شاء الله. اللمسة الأولى اليوم بعنوان زميلة العمل. لا يخلو أي عمل من شرفاء وجهلاء، ومن أهل حق وأهل باطل. والأخت المسلمة لا تعمل خارج البيت إلا للضرورة، فالوظيفة ليست غاية، وعمل المرأة في اختصاصها وفيما ينفع بنات جنسها كتدريسهن وعلاجهن إلى آخره. أما أن تكون الوظيفة على حساب البيت والأولاد وراحة الزوج فهذا لا يجوز. يؤسفني أن بعض النساء يكون عملها على حساب الدين وحتى الشرف، ولا تبالي بشيء إذا سلم لها الراتب والرتبة، الذي تشعر بوجود هذا الراتب أنها قد استغنت عن الزوج واستغنت عن نفقته، فتشتري ما تشاء وتلبس ما تشاء. والكارثة تكون عندما يوجد في العمل امرأة فاسدة تسمى زميلة العمل، هذه لا يهدأ لها بال
ولا تستقر لها حال حتى تفسد جميع من معها في العمل. تستطيع أن تكون أن تقول أن هذه المرأة شبكة من شباك إبليس، فتراها تتحدث بسر أو بجهر إلى زميلتها الشريفة العفيفة، تتحدث لها عن مغامراتها السهلة الهينة، وأن الذي عقد الأمر أهل الدين، وأن القضية لا كما يتصور الآخرون، إنما العقدة في التجربة الأولى. تعالي اجلسي، اسمعي، انظري، استمتعي، شبابك يفوت، عمرك ينقضي، لا يعلم أحد، إنها غاية اللذة، غاية الشهوة، غاية الأنس، ما أحلاه، ما أكمله ذلك الوسيم، كلماته، نظراته، نبراته. هل سمعت زوجك، هل سمعت أحدا يقول لك يا حلوة، يا وردة، يا عسل بهذه العبارات والألفاظ؟ تستطيع أن تخترق قلبها وتجذبها إلى جوارها لتكون شبكة ثانية من شباك إبليس. وبالتدريج تستجيب الثانية، وقد تبدأ الاستجابة جلسة عشاء في أحد المطاعم مع الزميل، مع الصديق، مع الحبيب، مع الوسيم، ثم بعد ذلك تتطور المسألة من جلسة عشاء إلى لقاء، ثم بعد ذلك في النهاية تكون المأساة. توقعها في الهاوية وتبدأ مع الثالثة والرابعة، والمحفوظ من حفظه الله، وإذا استعصت واحدة عليهن اجتمع عليها الجميع من كل جانب وجرها معهم، وأصبحوا في الخطيئة سواء. يا لها من بلوى، هدمت بيوت وأهدرت أعراض وحطمت أخلاق، وورطت مسلمات مؤمنات. نسيت تلك المرأة ساعة الشهوة أنها أم، أو ستكون أم ويكون لها بنات وعرض، وأن الناس لا يرحمون. الخطيئة الأولى لا تغتفر عند الناس، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فعندما تكبر ويكبر البنيات لن يتقدم إليهم أحد بسبب خطيئة الأم وسمعة الأم. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يحذر أمته من هذه الشرور: ما تركت فتنة، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وأوجه هذا التحذير لكثرة ما وصلني من شكوى بعض الأزواج للخيانات الزوجية، حتى أن بعضهم اشترى جهازا إلكترونيا تقنيا وضعه تحت السرير، لأنه أصبح في ريب وشك والعياذ بالله. وسبب هذا الريب والشك عرفه من لحن القول، إذ نبرة الزوجة ونبرة الكلمة تغيرت. فوجئ في يوم من الأيام وإذا بزوجته تقول له: تعلم أن المرأة الساقطة لا ضمير لها؟ فاجأته بهالكلمة هذه، فقال: شو المناسبة؟ ما الذي فتح الموضوع؟ فسكت. بعد يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، قالت: ليش أنت ما تقول لي يا عسل، يا وردة، يا حلوة؟ ما أسمعها منك، أيضا بدون سابق إنذار.
وهكذا بين الحين والحين بلحن القول دون أن تقصد تطلع منها عبارات وكلمات، إلى أن اشتد الريب والشك فشرى هذا الجهاز ووضعه تحت السرير ويسجل عند الاهتزاز والحركة، وبعد شهر أخذه وسمع ما فيه، وإذا بها قد أحضرت خلال الشهر عند ذهابه إلى الدوام 3 من الذئاب البشرية في بيته. نعم. وطلقها الزوج طبعا وهي حامل، وتبرأ مما في بطنها ولاعنها في المحكمة وانتهت والعياذ بالله بهذه المأساة. أحبابي في الله، هذا داء يستشري في الناس، المؤامرة على المرأة، لا تظنونها أنها جاءت هكذا اعتباطا وموافقة، وإنما هناك من يخطط ويدبر لاستخراج البقية الباقية من المسلمات المؤمنات والصبايا والعذارى من بيوتهن لكي تكمل اللذة ويتم الاستمتاع. والخبيث لا يهدأ له بال حتى يفسد من حوله. ما علامة هذه المرأة؟ من علاماتها أنها ذات الحجاب المتبرج والمكياج المتوهج والمشي المتعوج، المشي المتموج والسلوك المتعرج الجريئة على محادثة الرجال التي لا تثبت على حال. ومن علاماتها تدقيق الحواجب وإضاعة الواجب ودخول المكاتب، لها عطر فواح ودموع تمساح، تضيق الفستان حتى تظهر سيور الستيان، لها صديق في المساء وزميل في الصباح. فالحذر، كل الحذر من رفقة هذه المرأة ومن الاستماع إلى أحاديثها، فنسأل الله أن يحفظ نساءنا ونساء المسلمين وأعراضنا وأعراض المسلمين، وأن لا يفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو ولي ذلك والقادر عليه. اللمسة الثانية، اللمسة الثانية بعنوان ثعالب الحب. الفتاة المراهقة تقرأ كثيرا عن روايات الحب والغرام، وتشاهد الأفلام، وتنتظر فارس الأحلام يأتيها على حصان أبيض فيخطفها إلى غابة بعيدة فيها بحيرة زرقاء حولها الغزلان والعصافير الملونة، والفراشات تستحم في شلالات ضوء القمر، ويطير بها الفارس بعيدا بعيدا فوق السحاب لينظم لها النجوم عقدا جميلا تضعها على نحرها. خيال واسع للفتيات. وذات يوم يأتي ذلك الفارس، ولكن ليس على حصان أبيض، ولكن على سيارة جي تي سبورت بيضاء. يلبس نظارة مايكل جاكسون، والموسيقى الحالمة يسربها إبليس إلى سيارة الفتاة عند إشارة المرور، وينسج الشيطان شباكه ويتنقل عبر الأثير من سيارة إلى سيارة، وعند فتح الإشارة الخضراء ينظر إليها فارس الأحلام ويبتسم، ثم يدعها تفوت أمامه وتبدأ المطاردة الهادئة، ومن خلال إشارات السيارتين يتم التفاهم العجيب والتناغم القريب، وتقف ويقف ويدحرج لها رقم التليفون، وبعد منتصف الليل يكون الاتصال، وعند الصباح يتم تحديد الموعد الأول للقاء الأول للحب الأول، وبعدها يعدها بالزواج وحياة بلا اعوجاج
فإذا أخذ منها ما يأخذ الديك من الدجاج تركها مكسورة كلوح من زجاج، واكتشفت في النهاية إنه من ثعالب الحب وليس فارس الأحلام. فالحذر، الحذر من ثعالب الحب. ثعلب حب زائد جيتي يساوي حادث أو جريمة. اللمسة الثالثة بعنوان هل تعرفين الله؟ عندها الاستعداد أن تقرأ كل المجلات الملونة وأخبار أهل الفن، وتتابع مؤتمر كان السينمائي، وتتابع أخبار وصور معارض الأزياء، وتحفظ عشرات من أسماء وصفات ممثلين وممثلات هوليود. فإذا جاء وقت الصلاة تثاءبت وتثاقلت واشتهت النوم، وصاح بها أبوها: قومي صلي يا بنت. قامت متثاقلة، تمس الماء بحذر شديد، ثم ألقت سجادة الصلاة ولبست الثوب وغطت رأسها ونفخت من الضيق، وصلت بسرعة فائقة بلا خشوع ولا اطمئنان، وطوت السجادة وراحت غرفة النوم وأخذت الرواية من تحت الوسادة، وساعة كاملة تقرأها حرفا حرفا. لكنها لو ظهرت نفرة صغيرة أو حبة حمراء في وجهها لطارت إلى المرآة تعالجها، تراقبها مخافة من التشويه، وربها الذي صورها فأحسن صورتها قادر على أن يسلط عليها غدة داخل جسمها أو هرمونا معينا، فيتحول الجمال إلى قبح، والنعومة إلى خشونة، والرقة إلى غلظة وفظاظة، والعافية إلى سقم طويل. بنيتي العزيزة، تعرفي إلى ربك كثيرا، ادرسي معاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى، واحفظيها واذكريها، إنه مصدر الجمال والسكينة والسعادة. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اللمسة الرابعة بعنوان ذات الدين. يؤسفني أن بعض الأسر الغنية تعيش حياة اللهو ولا تعلم أن ذلك يؤثر على مستقبل البنيات فيها. فترى الفتيات يسافرن وحدهن إلى دول أوروبا ويفتخرن بالتصوير مع الممثل الفلاني والمغني العلاني، وقد لا يفطن إلى خطورة هذا في المستقبل عندما يكن أمهات. ولكن طبيعة الحياة اللاهية تركب نفسية الإنسان تركيبة خاصة، فإذا صارت تلك الفتاة زوجة أو أما وبدأت المسؤولية الأسرية تشغلها، تفشل تلك المسكينة في حياتها الزوجية لأنها لم تتعلم ولم تتلقى التربية الكافية، فيكثر الطلاق المبكر بعد الزواج بل وفي شهر العسل. وفي هذه الأسر نلاحظ أن العنوسة تكثر فيها، والسر أن السمعة بالنسبة للفتاة مهمة جدا عند الخاطب حين يخطب. إذا علم أنها لا تبالي بالقيم والأخلاق وأنها مفلوتة على حل شعرها لا يتقدم إليها أحد، فالإنسان يريد زوجة تكون أما ومربية ومدرسة لأولاده وبناته، لا عشيقة في الفراش فقط. نصيحة إلى كل فتاة غنية لاهية، أقول لها: البسي الحجاب، تديني، حافظي على سمعتك، وانتظري قليلا سيأتيك الزوج الصالح المناسب. عند ذلك تعلمين أن السعادة ليست في الأسفار ولا بالملاهي، إن السعادة ستنبع من الداخل
من قلبك المؤمن بالدين والأخلاق والقيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللمسة الأخيرة بعنوان السحر كفر. أفاجأ أيها الأحباب وأحزن كثيرا عندما أكتشف بين الحين والحين وعند قراءتي القرآن على إنسان مسحور فرقوا بينه وبين زوجه، أكتشف أن الذي عمل ذلك السحر امرأة محجبة، بل قد تكون ممن يذهب كل عام في رمضان إلى العمرة. والعجيب أن الذي يخبر بذلك هو الشيطان الذي ربط بهذا الإنسان عن طريق السحر، إذ يتكلم الشيطان على لسان هذا الإنسان فيقول: ربطتني فلانة بنت فلانة الملعونة الخبيثة الساحرة، ويخبر عن صفاتها، وعند البحث والتدقيق من هذا المسحور يكتشف فعلا هذه الحقيقة المؤلمة، إذ أصبح تعاطي هذا السحر الخبيث يتفشى رويدا رويدا بين النساء، وكما تعلمون أن من سحر فقد كفر. لقد شاهدت بعيني مسحورا عند قراءتي عليه القرآن، قام ذلك المسحور وهو ذاهل لا يعي ما يفعل، ثم خر ساجدا تجاه الشرق وليس تجاه القبلة، فقلت له: ماذا تفعل؟ قال: رأيت سيدي الساحر بين يدي الآن وأنت تقرأ، فلم أتمالك إلا أن أسجد له. وهكذا دائما من يتعاطى هذا يكون كافرا ومشركا، ولا يزيده الجن والشياطين والسحر، إن ظن أنه يتحكم بالناس لا يزيدونه إلا رهقا وشركا وظلما وظلاما، فحياتهم حياة الفجور وحياة الأشقياء التعساء البؤساء. فليحذر من يتعاطى هذا أو يفعله، فقد يأتي يوم القيامة وليس في ميزانه حسنة واحدة. نعم، فالله سبحانه وتعالى بين في القرآن في سورة البقرة: راجعوا ستجدون أن الله يقول أن ليس له خلاق ولا حظ في الآخرة، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهو كفر. فالحذر الحذر من فعل السحر، ولا يظن الإنسان أن هذا الأمر هين، بل أنه يأتي يوم القيامة فيحشر مع السحرة وشياطين الجن في الدرك الأسفل من النار، فلا ينفعه تظاهره بالدين وشعوذته بالدين. كما أنني أوجه الخطاب إلى وزارة الداخلية لأن لها دور وأحس أنها تقصر فيه، يجب عليها أن تطارد أولئك المشعوذين، وكما أن لها رجال مخابرات ومباحث، فإن خطر هؤلاء المشعوذين من أخطر ما يكون. وهل هناك أخطر من أن تهدم أسرة؟ على أي شيء يقوم المجتمع؟ المجتمع يقوم على الأسر، لبناته الأسر. فإذا كره الزوج زوجته وزهد بيته وفر من وظيفته وانعزل عن الناس، وهذه كلها من آثار السحر، ماذا بقي بعد ذلك لخدمة المجتمع؟ على وزارة الداخلية أن تطارد هؤلاء المشعوذين، وأماكنهم معلومة معروفة لديهم، وقد يظهرون بمظهر الصلاح ويتسمون بأسماء المشايخ، ولكن من علاماتهم أنهم والعياذ بالله يذبحون للجن ويأخذون النشرة
ويبيتون للمسحور غترته أو قطعة من ثيابه، ويعقدون العقد وينفثون بها الشرك والمعاصي، ولا يصلون في المساجد مع الجماعات، ويضعون كتاب الله وكلام الله في مكان النجاسات، ويجتمع حولهم شياطين الجن يتبادلون المنافع، فوجوههم مظلمة وأحوالهم كئيبة، فلا بد أن يفضحوا وأن يكشفوا رحمة بهذه الأسر التي تنهدم. وعلى كل مسؤول، أو أتمنى أن يشاهدوا حال إنسان مسحور أصابوه، ليروا كيف يتعذب الإنسان، وكيف يتمزق الإنسان، وكيف ينعزل يكره أهله وأولاده وبيته. أحبتي في الله، الله يقول في كتابه الكريم: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولكن حقيقة أثر السحر ثابت، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا قرآن، فهذه حقيقة لا تنكر، فلا بد من القانون أن يتدخل ويطارد هؤلاء المشعوذين الضالين المضلين. قال تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال سبحانه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهذا ليس وراءه فلاح ولا حضارة ولا مدنية ولا ازدهار، إنما هو دمار بعد دمار. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته. اللهم من أراد بنا وهذا البلد والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده وجعل تدبيره تدميره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم أن نضل في هداك، أو نذل في سلطانك، أو نقهر أو نضطهد أو نغتال أو نفجر أو نشهر أو نفضح، والأمر إليك وحدك لا شريك لك. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء، وأمنا وإيمانا، إنك على ذلك قدير. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفر. الله يجزيكم الخير، الله يجزيكم الخير. يعني كيف يعني يعرفون من هذا الرجل يسحرونه؟ نعم. يقول لهم ان اصلي ان انا مثلا بسحر هذا الشخص، نعم. انا يعني نعم. هذا الشخص واقول هذا يسحره، يقول له بدون ما يذهب له. السحر يقع على الانسان المسحور باخذ شيء منه، اما انهم ياخذون من شعره، أو يأخذون من ثيابه، أو يأخذون غرضا من أغراضه، ثم بعد ذلك يقوم الساحر بعقد عقد، وكل عقدة يعقدها يشرك عليها بالله. ثم عنده طريقة أو وسيلة من خلال هذا الشرك تحضير مرده ومشركين من الجن مثله، فيقوم وينفث على هذه العقدة نفثة من نفسه الخبيث المذكور في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات أي الساحرات اللواتي ينفخن وينفثن على العقد، وعلى عدد العقد يشتد السحر، إذا زادت زاد، وإذا قلت قل. وإذا نفث في هذه العقدة وهذا الجني حاضر مشرك مثله، يقول في العقدة الأولى يكره زوجته، في العقدة الثانية يكره وظيفته، في العقدة الثالثة يهجر بيته، في العقدة الرابعة لا يأتي أهله، في
في العقدة الخامسة وهكذا يصدعه رأسه في العقدة الخامسة يصاب بحادث بالسيارة وهكذا وينفث والعياذ بالله. وكلما زاد شركه وكفره وضلاله أعانه أولئك الشياطين من الجن، ثم يأخذون هذا الشعر الذي سرقوه من ذلك الرجل وبعض دماء من الحيض، قد تكون حيض زوجته، نعم، ويعقدونها ويغرسون بها بعض الأبر ويغرسون بها بعض الأمور والعياذ بالله، ويدفنونها قريبا من مكان هذا الإنسان. فإذا أذن الله سبحانه، لأن هذا ليس متروك لمشيئة الإنسان، هذه أسباب وراءها مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. لهذا يقول القرآن: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فكما أنه يصيبك الصداع بإذن الله، يصيبك الهم بإذن الله، فهذه لها أسباب، أسباب موجدة وأسباب دافعة. فمن الأسباب الدافعة لزوم ذكر الله والتحصن بصلاة الجماعة والصلاح وأكل الحلال وترك الحرام وقراءة سورة البقرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة، معناها في اللغة العربية أي السحرة لا يستطيعونها، نعم. فالذي يقرأ سورة البقرة أو يسمع باستمرار سورة البقرة ما يؤثر فيه السحر. وكذلك قراءة المعوذتين وسورة الكافرون وسورة الإخلاص، قل هو الله أحد، لما فيهما من التوحيد. فالشرك وأثر الشرك يبطله التوحيد وأثر التوحيد، نعم. وكذلك قراءة آخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وكذلك قراءة آية الكرسي وآخر سورة البقرة: آمن الرسول، إلى آخرها. وقراءة آيات السحر الواردة في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه، وهي قصة موسى مع سحرة فرعون، وكيف أن الله أبطل سحرهم ونصر موسى عليه. هذه من أعظم ما يحفظ الله به العباد المؤمنين. وإذا غفل الإنسان عن ذلك، والعياذ بالله، الغفلة تمكن منه شياطين الإنس وشياطين الجن. والذي يبطل هذا أيضا البحث عنه وعن مكانه، ثم حل العقد وحرقه، ويبطل بإذن الله. وكما تعلمون أن اليهود الخبثاء اجتمعوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما حاولوا اغتياله عدة محاولات فشلوا في ذلك. أرادوا أن يلقوا عليه الرحى فأخبره جبريل، وضعوا له السم فلم يتسمم، إلى آخره. فاجتمعوا في مؤتمر للسحرة، كالمؤتمر اللي ينعقد عالميا الآن في أوروبا، يجتمع فيه سحرة العالم والعياذ بالله. والساحر لا تظنون أنه له سيطرة عالمية، لو كان له سيطرة عالمية لسوى الأهاويل في الدنيا، ولكن الساحر يضر نفسه قبل لا يضر غيره، يعني حياته حياة نكد وشقى وتعب وسهر وضنك وحرج، أكله عليه بالحسرة، وقضاء حاجة عزكم الله عليه بالحسرة، الجن يلوطونه ويعبثون فيه، نعم، ويعرونه من ثيابه ويمشون على وجهه، ويعني حياته من أشقى أنواع الحياة، نعم. فلهذا لا تظنون بأنهم يعني مرتاحين في حياتهم، لا، لكن للشقاء اللي هم فيه يريدون أن يعيش الناس كلهم كشقائهم وعذابهم وتعاستهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء كبير السحرة يهودي اسمه لبيد ابن الأعصم، والرسول بشر كسائر البشر، يفترق عن البشر بالوحي من الله، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بس هذا الفرق، أنه يوحى إلي، وإلا بشر، يجوع كما يجوع البشر، يحزن، يفرح، يأكل، يشرب، ينام، يمرض كما يصيب البشر، يسحر كما يصيب البشر. فالله سبحانه وتعالى أثبت بشريته حتى بتأثير السحر عليه، حتى لا يؤلهه الناس ويعبدونه من دون الله كما أله المسيح وغيره، نعم. فهذا اليهودي عقد السحر 16 عقدة، ولكن لقوة الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمانية والجسدية
لم يستطع أن يؤثر فيه هذا التأثير القوي، إنما كان يوهم له بأنه يأتي أهله وما يأتيه، يوهم له. يعني إذا نام مع زوجته عائشة في الليل يصبح الصبح وهو يظن أنه أتاها، يعني وده يغتسل عن الجنابة لكن يشك، فيأتي يسألها يقول لها يعني أنا جئتك في الليل، أتيتك في الليل أم لا؟ تقول لا يا رسول الله. فتكررت عنده مرة مرتين ثلاث، فلما تكررت علم أن الأمر فيه شيء فنام. لما نام نزل ملكان، كما هو كما تعلمون أنه مؤيد بالوحي، نزل ملكان فقال الأول ما له، قال الثاني مطبوب، مطبوب يعني مسحور. فقال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال بماذا؟ قال بطلع نخلة ذكر. جاءوا إلى طلع نخلة ذكر، حبوب اللقاح هذه الطلع إذا انفتح خذوه، ثم أخذوا بعض من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بأي وسيلة وصلوا إليه ووضعوه داخل هذا وعقدوا السحر عليه، ثم ألقوه في بئر. فالرسول عليه الصلاة والسلام علمه الملائكة، علمته الملائكة بأن يقرأ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ثم ذهب إلى البئر الذي ألقي فيه السحر. ففي رواية يقولون دفنها، وفي رواية يقول أنه أخرجها ثم دفنها. ومن أخلاقه الكريمة أنه عفى عن هذا اليهودي، لأنه ما كان ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام، من أخلاق أنه ما ينتصر لنفسه، ينتصر للدين. وفي يعني هناك أحاديث بأن الساحر يقتل إذا كان له أثر، بحيث أنه يؤثر هذا الأثر على أن يموت الناس ويهلك الناس ويتأذى الناس، فيقوم الحاكم أو الوالي بعد أن يستتيب فلا يتوب، ويشهد عليه فلا يتوب، ويحذر وينذر وما يتوب، بأن يحكم عليه بالقتل لكي يرحم ويريح الأمة منه. وفي الحقيقة يعني أنا ما رأيت مثل التوكل على الله، مقام التوكل على الله أنك تمحصه، تقرأ آياته وتقرأ أحاديثه وتفهم فهم صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يعني ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. نعم، فالمؤمن الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى ما يضر شيء. نعم، كذلك لزوم ذكر الله سبحانه وتعالى، اذكروني أذكركم، ما دام الله يذكرك ما يضرك شيء، فأنت في حصن حصين. فلزوم ذكر الله من تسبيح وتهليل وتكبير وقراءة قرآن واستغفار، هذا كله يعني يعصمك من هذا الأذى، والله أعلم. أما الطريقة فقد ذكرت، وأما الإحساس فله آثار، آثار بحيث أنه يرى أنه إنسان غير طبيعي، يعني يسرح كثيرا، ينسى القرآن، يكره الصلاة، فجأة ينزل كره وبغض في قلبه على زوجته وعلى بيته وأولاده، كل ما أراد أن يذهب الوظيفة أحس كأن انقباض رهيب في صدره، ما يستطيع يقرب، كل ما قرب من الوظيفة والعمل كل ما أحس كأن هناك مقبض حديد يعصر قلبه. فإذا راح وطلع رد يعني نور رده من العمل انفرد صدره وتنفس وارتاح. اي نعم، هذه من آثاره يعني، وله آثار يعني كثيرة ما نريد أن نذكرها حتى لا نخوف الناس، يعني حتى بعد الناس الواحد من يعور راسه ولا صيبه نشلق قال أنا مسحور. ولكن أنا أقول الوقاية خير من العلاج، نحن ما نذكر العلاج ولا نذكر السحر وغيره، لكن نذكر الوقاية. الوقاية أنك أنت تكون دين، تكون خير، تكون مسلم، تكون مؤمن، تحفظ صلاة الجماعة. نعم، فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم، الذين آمنوا. ويقول أليس الله بكاف عبده، ويقول فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ويقول سبحانه قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني ولا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نعم، يتولى الصالحين سبحانه.
وكذلك قوله تعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذه كلها آيات تبين بأن اللي يعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويحفظ الدين الله يحفظه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح واضح: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، مو بس الساحر، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا المبدأ شنه؟ احفظ الله يحفظك. نعم، وإلا لو كان هذا الأمر بيدهم ما بقي داعية مخلص، ولا بقى إمام يدعو الناس إلى الخير، لا راحت الناس كلها صارت ميانين. نعم، ولكن شوف فضل الله تبارك وتعالى، الدعاة في مشارق الأرض ومغاربها، والمجاهدون في كل مكان يجاهدون، من يحفظهم؟ الله يحفظهم سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. والتقصير اللي ما يرفع طوفته ولا يصك بابه، هذه كلها كنايات ينط عليه الحرامي. ولهذا انت ارفع طوفة الايمان واغلق باب الشيطان، الله سبحانه وتعالى يحصنك ويحفظك. والله اعلم. الله يجزيك خير. في واحد في مدينة منورة يقرأ على، اي نعم اي نعم، ما ادري اليوم في صديق رايح له، نعم نعم، هذا موجود، شريطه موجود يباع هنا، الأخوة يبيعون. ما جبته؟ عند الأخ. إنزين، موجود يباع، موجود هو موجود. المهم اسمه الأخ علي مشرف العمري، وهو إن شاء الله رجل صالح نحسبه كذلك، ونزكي على الله أحد، ونفع الله يعني بقراءته ورقيته خلقا عظيما من الناس، وتواترت المنفعة يعني بفضل الله وبره على ألسنة الناس، والتجربة خير دليل وبرهان، بحيث أن الإنسان يذهب ويظن أن الله هو الشافي وأن الله هو الكافي، وما هذا الرجل وقراءته إلا أسباب مبذولة، كما يأكل الإنسان المصدع رأسه حبة إسبرين، ولكن الحبة ما تشفي، الذي يشفي الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا قدر يدفع بقدر، فينزل اللطف من الله رب العالمين ويشفى المريض، وقد يقرأ عليه وما يشفه، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم من العبد والناس ما لا يعلم الناس من بعضهم البعض. ولعل الله له مراد بإصابته بهذا البلاء لذنب أصابه ما تخلص منه، أو لدرجة كتبها الله له في الجنة عندما يصبر على هذا البلاء يرفعه إليها، أو لأنه غافل يريد الله أن ينبه إليه فيعود إلى ربه. نعم، ولله حكمة في 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 خلقه وعبيده سبحانه وتعالى. فالشاهد بأن الإنسان يبذل الأسباب، يذهب إلى الطبيب، يتعالج، يأخذ الدواء، لأن كما يقولون أن ظواهر أو مظاهر المرض قد خلال التشخيص يتشابه على الإنسان، قد لا يكون هذا مرض روحي أو مرض شيطاني، وقد يكون هذا مرض عضوي. فقبل أن يذهب إلى إنسان يعني يخرج منه سحر أو يدفع عنه عين أو إلى آخره، يذهب إلى المستشفيات ويذهب إلى الأطباء المختصين ويعمل تحاليل ويبذل السبب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله تداووا، عباد الله تداووا، ما من داء إلا وأنزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وكان يقول يعني الشفاء أو الدواء في ثلاثة: في شربة عسل، وشرطة محجم، وكيا بنار، ويقول: ولا أحب أن أكتوي. نعم، والآن العلاج الطبي كله قائم على هالثلاث القواعد، يعني أما شيء تشربه، ولا عملية جراحية بالمشرط، أو يكونك بالكهرباء أو غيره.
فلهذا يعني يبذل الإنسان بالطب المادي هذا يعني قد ليه؟ لأن على نأخذ سبيل المثال قضية الصرع هذه، الإنسان ينصرع، هذه لها أسباب، منها أسباب عضوية، يعني هرمونات موجودة في الجسم تزيد أو تنقص ينصرع الإنسان، فكل ما انصرع قال أنا فيني جني ولا فيني كذا، تعالوا اقروا علي، لا روح للطبيب يفحصونك ويشوفونك وكذا. وقد أنت تذهب إلى إنسان جاهل أو إنسان مشعوذ أو إلى إنسان يستغل فيطلب منك مئات الدنانير، يطلب منك الذبايح ويعقدك أكثر بحيث يخرعك، يقول لك أنت نعم أخبرني الجني إنك في كذا وإن في كذا، وتعال مرني بعد يومين، وتعال مرني بعد شهر، وجيب وياك خروف أسود، بس أنت تركض له وتكد عليه. فلهذا يعني انتبه إلى هذه الأمور، والله أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبعد، فنسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى لقاء مع الشريط الثاني.